وقبل ما نبدا في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد ان شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم احبتي من جديد مازلنا مع قناه تفسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه ايها الاخوه الكرام النهارده موضوع شيق للغايه وجميل جدا جدا جدا. النهارده العنوان الحظ الجيد لمن راى هذه الاحلام حظك جيد والمعاني كلها جميله وهذا اللقاء خاص بالرجال وهناك فيديو قادم قريبا خاص بالنساء بنفس العنوان اول رؤيه معنا وهي رؤيه بلورات النجفه النجفه اللي هي بيقولوا عليها في دول الخليج الثريا وهي معلقه رؤيه البلورات اجزاء النجفه البلورات بتاع النجفه حظك جيد فهي رؤية محمودة تدل لك على الخير وتحيل الأماني رؤية الرسالة للبنت العزباء وأن يعني كنت أنا بقول مثلا أن الموضوع للرجال ولكن بنت العزباء في الحتة دي بالذات ماشي لكن الرسالة بوجه عام حينما تأتيني رسالة على الموبايل رؤية حظك جيد إذا رأيتها تدل لك على سماع خبر سار رؤية النخل في الصحراء حظك جيد تدل على سفر رؤيه حبل الغسيل رزق قادم رؤيه الوشم بالحناء رزق قادم وخير وصلاح حال رؤيه الحمص المطبوخ رؤيه التفاح للشاب الاعزب تحديدا رؤيه التسليم على امراه مجهوله انا اقول ان الفيديو للرجال فحينما ارى انني اسلم او اصافح على امراه مجهوله فهذه الرؤيه تبشرني بالحظ الجيد رؤية الرجل الغريب رجل رأى في المنام رجل غريب وهو مبتسم رؤية في غاية الروعة والجمال رؤية اللي بعد كده رؤية كلمة مبروك أو أي كلمة تعطي نفس المعنى أو هنيئا لك أيا كان هذه الرؤية جميلة جدا فيها بشارة بشارة لك سوف تحدث وسوف تسمعها قريبا رؤية تقبيل شخص تعرفه رؤية جميلة جدا رؤية هدية الخروف من شخص متوفى معلوم لدي حينما أرى متوفى وهو يعطيني خروف أو كبش شاه أيا كانت خير كثير قادم إلي إن شاء الله تبارك وتعالى كارت الدعوة حظك جيد خير كثير وسماع خبر سار إن شاء الله تبارك وتعالى التجهيز للعمرة في المنام خير كثير بإذن الله تبارك وتعالى رؤية الزورق أو المركب الصغيرة حظك جيد هناك سفر وسفر سوف يعود عليك بخير إن شاء الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة رؤية فتح الباب حظك جيد تدل على تيسير الأمور وتيسير الأحوال وتبديل الأوضاع بإذن الله تبارك وتعالى رؤية السندوتش أيا كان طبعا في تفرقه ما بين اذا كان سندوتش مثلا آه لحوم او مثلا فلافل او طعميه او فول الى اخر هذه الامور لكن هو في العموم رزق قادم اليك ان شاء الله تبارك وتعالى اخر حاجه هنختم بيها وهي لدغه النحل يعني احنا لما بنيجي نتكلم عن اي حيوانات آه او حشرات او 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 ممكن يكون الرؤيه بتبقى محموده ولكن لدغه الحيوان ده او لدغه الحشره او هجوم الثعبان او لدغه الثعبان كل ده بيبقى مذموم الا النحل حتى اللدغه محموده النحل بكل ما فيه من رؤى محموده باذن الله حتى لدغه النحل فهي رؤيه محموده باذن الله تبارك وتعالى دي كانت مجموعه من الرؤى التي تدل على الحظ الجيد اذا رايتها في المنام ان شاء الله تبارك وتعالى تضررنا في اللقاءات القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته